مرحبا يا احلى عالم. اليوم رح نعمل وصفه كتير لذيذه وبسيطه، رح نعملها من حواضر البيت. رح نعمل سلطه الفول. كيف عم نعمل فول مدمس؟ بس رح نعملهم سلطه. بهذا الزمن، زمن الكورونا، بدنا ننتبه كتير منيح نحن على الاكل تبعنا. لازم نستخدم مكونات لحتى تساعدنا حتى تقوي المناعه تبعتنا. عندي هون الستار تبعنا، النجم، هو الفول. الفول غني بالبروتين، كتير بيساعدنا بالاكل تبعنا. عندنا شوية صلصة حارة لحتى نزيد الحرورية. عندي شوية فيتامين سي اخدهم من عصير اللايم. عندي مضاد للأكسدة اخدهم من الثوم ومن الرمان. وراح اضيف معهم بصل وبندورة وبقدونس ونعنع وشوية فلفل حار، واخر شيء شوية كمون حب ومحمص. هلا كتير لازم ننتبه بهذا الزمن كيف لازم نعقم المطبخ تبعنا، كيف لازم يكون عندنا الميزون بلاس تبعنا مرتب، كيف فينا نقلل قدر الامكان التلوث بمنطقه المطبخ تبعتنا او بالمكونات. فلازم دائما نحن يا جماعه الكاتينج بورد اللي عم نشتغل عليها، دفه التقطيع، تكون عندنا فيها الوان حتى لو كنا في البيت، لحتى نفصل بين اللحمه والدجاج وبين الخضار. اذا ما كان عندكم الالوان، لازم تكون الدف او الكاتينج بورد مع السكين معقم مظبوط ونضاف. ننتبه نحن لانه هدول اكثر شيء بيعملوا التلوث. الخضره تبعتنا دائما وقت ناخذ خضره ورقيه، ما تاخذوا خضره وتدخلوها مباشره على البراد. اهم شيء تاخذوا الخضره تبعتكم مباشره تتغسل، تنعمل لها سانيتايزنج. اذا كان عندكم المواد تنحط لنقع الخضره تلاقوهم بالصيدليه، كثير مهم، مع حتى الفحص للبي اتش لتعرفوا قد ايه البي اتش تبعت المي والقلويه تبعتها. بعدين مباشره تتنشف، تكون موجوده في البراد نضيف. يعني ما ندخل شيء على البراد مو نضيف او مو معقم. اذا كان عندنا لحمه، اللحمه نفس الشيء. اذا يكون نحن مغيرين الباكت تبعتها، حطينا على صحون مأكدين نحن نضاف مغطينهم مظبوط عشان ما يصير عندي تلوث بقلب البراد. الخضره عندي انا هون كلها مظبطه ومنظفه. رح نبلش اول شيء بالسلطه. رح اخذ السكين، اول شيء رح بلش بالبصل. دائما لازم تغسلوا ايديكم كل 15 دقيقه بالكثير. اذا بالمطبخ نحن بنغسل ايدينا كل ما بنعمل تقريبا حركه او ثانيه. دائما وقت نقشر بصل نحاول ما نقشر البصل على دفه التقطيع. ليش؟ لانه ممكن يكون في عندي شويه بكتيريا بقشره البصل، هيك انا بلوث الدف تبعي. فلازم دائما اقشر البصل على جنب. في اشياء كثير رقيقه بتكون على البصل، انتبهوا عليها، لازم تشيلوها مشان ما تزحد ايدكم. مباشره شو رح نعمل؟ رح نغسل البصل مع السكين وايدنا. ومننشف. نحاول يكون كل شيء عندي انا منشف. عظيم جدا. رح نقطع البصل لشرايح رفيعة. رح ناخذ هالكمية. رح ناخذ وعاء نخلط لحتى نبلش نخلط المكونات عنا هون. رح ناخذ البقدونس تقريبا الراس تبع البقدونس، الزهره يعني، خلينا نقول. راح نحطهم بهالطريقه. فيكم تضيفوا الخضره اللي بدكم اياها، بس البقدونس كثير منيح، النعناع كثير منيحين وفيدونا. راح نقطعهم بهالطريقه. راح اخلي شويه بقدونس على جنب لحتى زين فيهم. ودائما ما دام هلا نحن قاعدين بالبيت وقاعدين بالبيت، حاولوا ما تكبوا اي ورقيات عندكم. يعني البقدونس مثل هذا اللي عندكم اياه هون، فيكم تستخدموه بالشوربه، فيكم تستخدموه اذا عم تعملوا مرقه دجاج، مرقه عظم، بدكم اياه. او فيكم تحطوهم بالفرن درجه حراره 40 اذا الفرن عندكم بيشتغل 40، او مجففه وتعملوهم بقدونس مجفف. نفس الشيء النعناع اللي بدكم اياه. حاولوا ما تكبوا بالمكونات وخاصه بهذا الزمن الصعب. رح ناخذ النعناع نقطفهم بهالطريقة. يعني أكلة من حواضر البيت اللي عندكم إياه في البيت تستعملوا. ما عندكم أعشاب، ما عندكم رمان، فيكم تستخدموا ليمون، فيكم تستعملوهم بالطحينة، تعملوا معها صلصة طحينة اللي بدكم إياه. أي شيء متوفر وموجود في البيت من حواضر البيت عليهم. وعندي شوية نعناع
مع البقدونس اخر شيء رح احطهم بالزينه. اذا عندكم بصل اخضر كمان بتطلع طيبه، اذا بدكم تستخدموا بصل ابيض. رح ناخذ هلا الرمان تبعونا، رح نضيف فوقهم الرمان، بدنا كميه منيحه من الرمان. عم نعمل سلطه فول، يعني لازم يكون عندي الفول والخضره متناسقين مع بعضهم. رح نضيف فوقهم الفول، الفول مدمس. ما تغسلوا الفول اذا كان معلب، ما تروحوا له الطعمه تبعته بالمي. شايفين مقلى الزون صار عندي انا هون البصل مع الخضره مع الرمان مع الفول، روعه. رح ضيف فوقهم الدريسنج، رح اعمل هلا تتبيله صغيره. رح اخذ ثوم ورح اهرس الثوم، بدنا بهذا الوقت نكتر من الثوم من البصل. رح ناخذ الثوم قشر عندي اياه هون حوالي سنين ثوم. الثوم والبصل حبيبين الفول، اخذنا شوية ثوم. رح نضيف فوق الثوم عصير اللايم، هون عم نعمل نحن، هون نحن عم نزيد الفيتامين سي. رح نملح. حاولوا بهالايام نخفف الملح، نخفف السكر، نخفف اذا بدكم من الشغلات اللي ما بتفيدنا، ونكثر من القصص اللي عن جد بتساعدنا لحتى تقوي المناعه. ضفنا هون ثوم، عصير ليمون، زيت زيتون، ملح، وراح اعلي شوي الصلصه تبعتي بشويه هات صوص. ترجع لكم اذا بدكم تحرحروها ولا لا. بنخلط، روعه. اذا ما بدكم تستعملوا هات صوص فيكم تستعملوا دبس الفليفله، معجون الشطه، بيصير بدكم اياه. صاروا جاهزين، وراح اضيف معهم حبه بندوره. معلش البندوره طيبه بتلبق مع الفول. رح نقطعها بهذا الشكل مكعبات، وشويه شطه او فلفل احمر حار بدكم اياه. عظيم جدا. رح نحطهم فوق. وصلنا للمرحلة النهائية بالوصفة تبعتنا، ومع الفول شو بلبق يا جماعة؟ بلبق معهم الكمون، الكمون كمان كتير مفيد مع الفول، بيروح لنا النفخة. رح نضيف الكمون، ورح نضيف كمان شوية كمون حب أنا بحبهم يطلعوا مع السلطة، رشة صغيرة كمون حب محمص. تك. رح نخلط الصوص تبعتنا، رح ننزلهم فوق الفول. وهيك صار عندي انا احلى سلطه فول في الدنيا. رح نخلط السلطه تبعتنا مزبوط. شايفين مقلى الزخ بسيطه وخفيفه، وعندها بتطلع معنا اكله معتبره. والفول شغله عظيمه. رح ناخذ السلطه تبعتنا، نسكب بصحوننا. بهذا الوقت الافضل ما نعمل شيرينج، نحن الاكل تبعنا دائما بيكون مشاركه، هذا الاكل العربي. بس بهذا الوقت الافضل كل واحد يسكب لوحده، روعه. عندي شويه البقدونس والنعناع، هنخليهم هيك على الوش لحتى نزين فيها السلطه تبعتنا، وبدنا شويه اعشاب بهالطريقه. وصار عندي انا هيك احلى سلطه فول بالعالم. اذا كنتوا بالبيت غسلوا ايديكم احسن ما تلبسوا الكف، لانه الكف بخليكم ما تغسلوا ايديكم، وبتنتقل معنا الجراثيم والبكتيريا. فاذا كنتوا في البيت حاولوا تغسلوا ايديكم كل مرحله بمرحلتها، احسن ما تلبسوا الكفوف لانه فيه باودر مو صحي.